بونسوار. ارتفعت الأرباح الصافية للبنك السعودي البريطاني ساب بنسبة 19.75% لتوصل ل 976 مليون ريال أو ما يعادل 260.24 مليون دولار خلال الربع الأخير من سنة 2013، مقارنة ب 815 مليون ريال أو 217.31 مليون دولار السنة قبلها. أما أرباح البنك السنوية فارتفعت بنسبة 16.48% ل 3.774 مليار ريال أو ما يعادل 1.01 مليار دولار، مقارنة مع أرباح بقيمة 3.240 مليار ريال أو 0.86 مليار دولار السنة قبلها. على هالأثر ارتفع السهم ل 3.77 ريال مقابل 3.24 سنة 2012. وإلى دبي مع البنك الاستثماري شعاع كابيتال يلي حقق أرباح جيدة بالفصل الرابع من سنة 2013، وذلك بفضل تخفيض التكاليف والنمو والتوسع بأعمال الشركة الأساسية. صافي أرباح شعاع بالفصل الرابع من 2013 بلغت 1.03 مليون دولار، مقارنة مع خسارة بلغت 5.7 مليون دولار سنة 2012. أما الأرباح الصافية لسنة 2013 بلغت 762 ألف دولار، مقارنة بخسارة 16 مليون دولار سنة 2012. والجدير بالذكر أنه أعلن الرئيس التنفيذي كولين ماكدونالد بكانون الأول عن مغادرة الشركة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة.